السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الفيديو انا ما كنتش معوله نديرو وقلت والله تنديرو. انا في المحتوى تاع القناه تاعي ما تنديرش هذا النوع تاع الفيديوهات. المهم مؤخرا في يوتيوب ولا المعيار بزاف ما بين اليوتيوبات المغربيات، وهاد السيمانه كاينين يوتيوبر رجاله تبارك الله بعقلهم ولهم دابزين ولهم خاصمين. غير بغيت نعرف واش المحتوى تاع اليوتيوب ولا هو هذا القناه ما تنحلو قناه تنبارطاجيو مع الناس تنشاركو معاهم حوايج زوينين باش يفيدوهم، ماشي نبقاو نتعايرو ونخسروا الهضره. الفم لها يقول زبل يقول تمر، الفم لها يقول تخسر الهضره يقول كلمه زوينه. بلا ما نبداو نوصلوا هذاك المستوى الطايح، خلونا نبقاو في يوتيوب بطريقه زوينه، خلو اليوتيوب المغربي يكون زوين، يكون حاجه مزيانه. كلمه طيبه، كلمة طيبة. بغيتي تقول شي واحد شي حاجة وبغيتي ديري لي واحد الكريتيك بناء، خلي لي الكلمة بطريقة زوينة، ماشي تنزل عليه بالمعيار، ما تنزلش عليه بتخسر الهضرة. الفيديوهات والقنوات اللي فيهم المحتوى خايب هما اللي شادين دابا لي طوندونس، والقنوات اللي فيهم المحتوى الزوين وتيهضروا بطريقه زوينه والمحتوى باغيين يديروا شي حاجه زوينه قبل ما تطلع لهم المشاهده وما تيشوفوش الناس المحتوى تاعهم. الله يحضر السلامه، بحال المغاربه غاديين غير البلاصه فيها الشوهه، غير الشوهه فين ما كان الشوهه تتمشوا تشوفوا الشوهه، واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق. المهم تنتمنى ان الميساج تاعي يوصل ونخلو يوتيوب المغربي يكون زوين كما عرفنا في البداية تاع يوتيوب، ونخلو الناس يشوفوا منا حويجات زوينين. خليت لكم الصحة والراحة والعافية، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو احسن من هذا.